بعد 10 أشهر من التوقف عادت الحركة بمحطة البرية نقل المسافرين بوهران. عشرات الحافلات تزاول نشاطها وسط إجراءات وقائية محكمة داخل المحطة، وإن كان إقبال المسافرين محتشما لحد الساعة. العودة بصفة عامة عودة محتشمة، حتى وإن جت في الوقت المناسب، وإنما عودة محتشمة. المواطنين يعني الكل نوعا ما يحترم يعني التدابير الصحية. ما من الناس يعني كانوا مهبونين ديجا، شو كانوا بلا ركبة بلا خدمة، ما صعب. الحمد لله الدولة دارت هذه طقت هذا، الحمد لله الناس يقدروا تخدم على روحها. ارتياح كبير لدى سائق الحافلات بعد العودة، خاصة وأن مدة التوقف لم تكن قصيرة، تضرر الكثير منهم. لكن يشتكي بعضهم تخفيض عدد الركاب إلى النصف، يعني 50% في الحافلة، يعني نصف الحافلة. هنا في 50% تاع الامتلاء، وعلما بأن سعر الوقود زاد والسعر تاع التذكرة هو المصاريف تاع المحطات ثابتة هي، وإنما المدخول في نهاية النهار يعني صاحب الحافلة أو صاحب الأسطول تاع الحافلات يسيب روحه زايد من جيبه. يعني التوقف لمدة طويلة يجعل يعني الناقل في مرحلة صعبة، يعني بدون دخل بدون يعني نشاط، ولهذا وكذلك يعني وسائل النقل لما تبقى مركونة في مكان لمدة طويلة غادي يعني تلحقها بعض الأضرار. الأضرار هذه يعني مع ضعف الدخل، وكاين الناقلين اللي ما قدروش يتحملوا يعني هذه الجائحة. عودة الرحلات ستخفف عن المواطنين الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي استغلها بعض الخواص لمضاعفة تسعيرة النقل.